وسهلا ومرحبا بكل متابعي قناة تي في فريكونسيز. أحبائي، سأقدم لكم ابتداء من هذا اليوم التغيرات التي حدثت على قنوات القمر الصناعي أنايسات، وآخر تحديث لترددات القنوات، قنوات الأفلام وقنوات المسلسلات وقنوات منوعة والقنوات الرياضية وقنوات الأطفال. قبل ذلك صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. إذن بدءا من اليوم سنقدم لكم آخر تحديث لقنوات النايلسات. نقدم تردد 11.5 95 التردد 11.5 95، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي V. هذا آخر تحديث لقنوات لباقة MBC، بما فيها قنوات الأفلام MBC Max، MBC Action. كل قنوات، كل باقة قنوات MBC ستجدونها على هذا التردد حزمة شرقية. مشاهدة طيبة وممتعة، أتمنى لكم أحبائي، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.